الذي يحب الله هذا الحب يظهر على حياته، وربما تظهر من التضحيات العجب العجاب، يمزق نفسه تمزيقا في حب الله. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى واجتاز سدرة المنتهى، في الطريق ما بين سدرة المنتهى والبيت المعمور يشم رائحة أطيب من ريح المسك، فقال: ما هذه الرائحة يا جبريل؟ قال: هذه رائحة عظام ماشطة فرعون وأبنائها. قال: وما ماشطة فرعون؟ من ذي ماشطة فرعون؟ قال: هذه امرأة كانت في بيت فرعون تمشط بنات فرعون، وكانت تتبع موسى مؤمنة بالله، وكانت تخفي إيمانها، وبينما هي تمشط بنتا من بنات فرعون إذ سقط المشط من يدها، فأرادت أن تحمله فقالت: بسم الله بسم الله. فالبنت قالت: أتعنين بالله أبي؟ بسم الله، الله أبوي يعني. قالت: لا يا بنية، بل الله ربي وربك ورب أبيك ورب السماوات والأرض. فإذا بهذه الماشطة تسرع إلى أبيها وتقول: يا أبت، إن الماشطة تعبد ربا غيرك. فاستدعاها وأوقفها بين يديه وسألها، قال: يا ماشطة، من ربك؟ قالت: ربي وربك الله. صاعقة فرعون، أول مرة أحد يقول في وجهها الكلام، يقول: ربي الله. قال: من تعبدين؟ قالت: أعبد الله الذي لا إله سواه. فغضب فرعون غضبا شديدا، وأتى بقدر وملأه بالماء وأوقد تحت القدر نارا. وهذه الماشطة كان عندها ثلاثة أولاد، معها ثلاثة أطفال، أصغرهم رضيع لا يتكلم، وترقب كذا حتى صار الماء يقذف بالزبد من شدة الحرارة. فأمسك ولدها الأول وقال: من ربك؟ قالت: ربي وربك الله. فقذف بالأول في الماء فذابت عظامه وهي تنظر. ثم أمسك الولد الثاني وقال: من ربك؟ قالت: ربي وربك الله. فقذفه في الماء فلحق بأخيه. ثم أمسك بالرضيع الصغير وقال: من ربك؟ قالت: ربي وربك الله. فلما أراد أن يقذف إلى الصغير ذا أنطقه الله وقال: يا أماه، تقدمي ولا تتأخري، فنحن وإياك في الجنة. وقذفه وقذف بأمهم معها. لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء شم رائحة أطيب من ريح المسك، قال: هذه، يقول لجبريل: هذه رائحة عظام ماشطة فرعون وأبنائها. هذا الحب لله. الواحد الآن يتعرض لفتنة وسقط، الله يبين يمتحن حبك له، حبك لله صادقا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف. إيش يعني على حرف؟ إيش يعني على حرف؟ إحنا واحد يتطرف عندنا يكون في الطروف كذا، دائر في الطرف كذا، نقول هذا على حرف، نقول هذا جالس على حرف في الطروف كذا. تقول أنت كذا في بنية تقول ها؟ على حرف يعني على الطروف. ومن الله يكلمنا كذا باللهجة اللي نتكلم بها نحن العمانية، يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، في طروف الطواعة، ما إن مطوع مطوع ولا إن ما مطوع، دائما في الطروف كذا على الباب ويتشمشم ويتشوه من بعيد. لا، فإن أصابه خير، إذا حصل شوية خير من طواعة قال: بنتقرب شوية، طواعة غاوية، فيدخل شوية كذا. إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين.